تسمى بإحدى عرة ظرف كيحمل مواضيع الامتحان. هذا الظرف تفتح أمام تلميذين بتوقع واحد المحضر ديال مراقبة طريقة فتح الظرف الحامل لمواضيع امتحان تلاميذ. كنفتحوا الظرف على أساس أن الأظرفة الأخرى تفتح بمحضر داخل القاعات. وأستاذ مكرم يكمل لكم باقي الإجراءات فيما يخص كتابة الامتحان. السلام عليكم. الأستاذ يوسف مكرم، أستاذ مادة التكنولوجيا الصناعية، مكلف بكتابة في الامتحان يونيو 2019. من بعد كما شرحت لكم الأستاذة، من بعد ما كنصيفطوا يعني الأظرفة للأقسام اللي كتفتح في القسم، من بعد ملي كيسالي الامتحان فالأساتذة كيجيبوا لنا الأظرفة مفتوحة. من بعد ما كنتأكدوا من الأرقام ديال يعني أوراق الترشيح وكنرتبوهم، إذا كنوضعوهم في هذا الظرف وكيتم إقفال الظرف بهذا اللصاق الأحمر، والأساتذة كيوقعوا من بعد هاد الأظرفة. كنعاودوا كنرجعوهم كنوضعوهم في هاد الأظرفة اللي كتجي من المديرية الإقليمية، وكنديروهم في واحد ظرف آخر. بطبيعة الحال هاد الظرف هذا كيوقع عليه الأستاذ الملاحظ ورئيس مركز الامتحان، ومن بعد هاد الأظرفة فكتعاود ترجع للمديرية الإقليمية، ومن بعد كترجع للأكاديمية.